بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه البقعة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة. نسأله تعالى أن يجعل هذه الجلسة المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجازي كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا اللقاء. والحديث في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث طيب شيق عظيم، كيف لا، وهو حديث عن خير خلق الله كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. من أين نبدأ الحديث وأين ننتهي؟ من أين نتناول هذه الشخصية العظيمة، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المجالات متعددة لنتناول من خلالها شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لكني أحببت أن أتناولها من جانب، خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت سهام التشكيك في ديننا، حتى وصل الأمر بالبعض إلى أن يشككنا في صدق رسالة نبينا. كان البعض اليوم أيها الإخوة الكرام يتساءل ويروج بعض الشبهات حول صدق أو ما مدى صحة صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما هو الدليل على صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ما كان يتداوله المسلمون إلى زمن قريب، ولكننا في زمن كما قلت كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه سهام التشكيك، فوجب علينا أن نقف ونبين الأمور. صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنها العلماء قديما في باب سموه بدلائل النبوة. هذا الباب هو دلائل النبوة. ذكر فيه العلماء الأدلة التي من خلالها نؤكد صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف قديما الإمام البيهقي كتابا سماه دلائل النبوة، يقع في قرابة 6 أجزاء، سماه بدلائل النبوة، وذكر فيه أكثر من 1000 دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعددت الكتب في هذا المجال. دلائل النبوة، أما الدلائل فهي جمع دليل، والدليل هو الحجة، هو البرهان، هو الآية. ودلائل النبوة أي ما هي الحجة أو هي الحجج والبراهين على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، قد يجي شي واحد يقول لك المعجزات هي دلائل النبوة. قال العلماء المعجزات جزء من دلائل النبوة، ودلائل النبوة أعم، فالمعجزة من معانيها التحدي، الإعجاز. الله تعالى تحدى العرب في القرآن الكريم في سورة الإسراء، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سندا وعونا، أي لو استعان الإنس بالجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لن ياتوا بمثله. والتحدي يأخذ بعدا آخر في سورة البقرة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. سورة الإسراء قال لهم القرآن كله، الآن قال لهم صورة. إن كنتم في ريب، في شك، إلا عندكم شك في هذا القرآن، فاتوا بصورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم، استعينوا بمن شئتم. ثم يواصل الله تعالى الآية، وانتبهوا إلى مستوى التحدي أيها الإخوة الكرام، فيقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كاين شي تحدي أكثر من هذا أيها الإخوة الكرام؟
فإن لم تفعلوا لما درت جبتوا لنا الصورة واحدة من القرآن ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن فالمعجزة من معانيها التحدي، وهي جزء من الأدلة وليست كل الأدلة وليست كلها من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أعم منها دلائل ليس فيها معنى التحدي كما هو في المعجزة في الإعجاز. قال العلماء دلائل النبوة يمكن أن نقسمها إلى قسمين. شنو هي الأدلة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نقسمها إلى قسمين، دلائل حسية ودلائل معنوية. أما الدلائل الحسية فهي الملموسة، ومنها مثال الذي ذكرناه أولا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة، تحدى الله تعالى العرب وهم أهل بلاغة وفصاحة وبلاغة وبيان، تحداهم الله تعالى على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، على أن ياتوا بعشر صور مفتريات، على أن ياتوا بصورة. التحدي أخذ مستويات، حتى أن بعض أهل العلم قالوا حتى حداهم الله تعالى حتى بديك الحروف المقطعة في بداية الصور، هذيك بعض الصور لقوا في الأول ألف لام ميم ألف لام راء حام ميم ياسين طه. قال بعض أهل العلم أن المقصود بها الإعجاز، لأن هذا القرآن الذي لم تستطيع أن تاتوا بمثله ما هو؟ هو حروف عربية، هي هذه الحروف العربية، وأنتم عرب أهل بلاغة، فما الذي يمنعكم من أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ واللي استدلوا بهذا الرأي قالوا الحروف المقطعة المقصود بها الإعجاز القرآني، قالوا لأن أغلب هذه الحروف المقطعة التي وردت في القرآن الكريم جاء بعدها حديث عن القرآن الكريم. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في سورة يوسف يقول الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إذن أغلب الحروف المقطعة مش كلها وإنما أغلبها جاء بعدها حديث عن القرآن الكريم، ولهذا قال أهل العلم المقصود بها الإعجاز. إذن فالله تعالى أولا هذا دليل حسي، القرآن بين أيدينا حاولوا أن تأتوا بمثله، فهذا الدليل الأول من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في هذا الموضوع يطول لأن صور الإعجاز القرآني لها مجالات متعددة، وهذا من صورها وهو الإعجاز البلاغي واللغوي. أيضا المعجزات التي وقعت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة الإسراء والمعراج. الله تعالى يقول في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسيرة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام من مكة إلى القدس كان يقطعها الناس في 40 ليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لها في ليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذه معجزة حسية ملموسة، أيضا يقف عندها المسلم منبهرا. ثم المعراج في سورة النجم، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. معجزة الإسراء والمعراج أيضا من الأدلة الحسية على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأدلة الحسية على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر ومذكورة في القرآن الكريم، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. من الأدلة الحسية على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره عليه الصلاة والسلام بأمور الغيب، ومنها ما ورد في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الروم والفرس كانت بينهم معركة، فانتصرت الفرس على الروم ففرح المشركون لانتصار الفرس على الروم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم
بأن الفرس سينهزمون في بضع سنين، والبضع من سنة إلى 9 سنوات، وهو ما وقع. كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يجي ويقول لهم بأن الفرس الآن انتصروا على الروم والروم غلبت، ولكنهم في أقل من 9 سنين غادي ينتصروا الروم على الفرس، وهو ما وقع. هذا إخبار بالغيب، فمن الذي علمه ذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى. هذه نقول أيها الإخوة الكرام أدلة حسية، أدلة ملموسة من القرآن الكريم ومن السنة، أحاديث كثيرة فيها أدلة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سوق مر على بعير جمل، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يطأطئ ويميل برأسه إلى البعير فيرفع رأسه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ يقولون له فلان، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يشكوك لي. هذا البعير كيتشكم سوء المعاملة ديالك، وأخبرني بأنك تسيء معاملته. هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية. حنين جذع الشجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يتخذ له جذع شجرة يخاطب من خلاله المسلمين. فلما اتخذ منبرا، صنعوا له منبرا، داروا له واحد المنبر، مشى يوقف في المنبر باش يتكلم، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لجذع الشجرة أنينا، حتى وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على الجذع. هذه معجزة حسية. وفي الأحاديث أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أعلم حصن حجر كان يلقي علي السلام وأنا في مكة. حجر صم كان يلقي على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام وهو في مكة. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في إناء ماء فتفجر الماء من أنامله الشريفة، الماء بقى يخرج من يديه والصحابة كيتوضاو. هذه معجزة حسية. وهكذا تتوالى هذه المعجزات الحسية والدلائل الحسية، دلائل نبوة. هذا القسم سماه العلماء دلائل حسية، يعني ملموسة. وهناك دلائل معنوية، دلائل معنوية مثل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته صلى الله عليه وسلم، معاملاته صلى الله عليه وسلم، وصاياه صلى الله عليه وسلم، القيم التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها أيضا. كل واحدة من هذه الجوانب نجد فيها من الأدلة الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. أخلاقه عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يحدثنا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى كيوصف النبي دياله فكيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين الغاية من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوفوا المكان تاع الأخلاق أيها الإخوة الكرام في الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس منكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. شكون اللي يكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة؟ أحاسنكم أخلاقا، صاحب الخلق الحسن. وهنا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا فعلا أن نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحسن إحياء لذكرى مولده هو التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولعل من مجالات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في أخلاقه. فاشهد الأخلاق في صدقه، في أمانته، في ورعه، في إخلاصه، في عدله. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نوقر الكبير والصغير نرحمه. هذا أمر عظيم أيها الإخوة الكرام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يروى أنه ذات يوم كان في مجلس، كان في واحد المجلس، وكان عن شماله كبار الصحابة رجال كبار، وعن يمينه ابن عباس وهو طفل صغير.
فجيء للرسول صلى الله عليه وسلم بلبن، جابوا له حليب باش يشرب، فشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خلقه اللي نتعلموه انه ماشي يشرب بوحده وصافي، لا، اراد ان يطعم من بجواره، اراد ان يطعم من بجواره. ولكن على الشمال ديالو كبار الصحابه، وعلى اليمين ديالو طفل صغير هو ابن عباس. السنه ديالو الرسول صلى الله عليه وسلم انه كيبدي باليمن، ولكن واش غادي يبدي باليمن بطفل صغير ويخلي الكبار؟ هذه المساله ايها الاخوه الكرام، حنا لو كان وقعت في الزمن ديالنا غادي نفكروا فيها كاع ولا نسولوا، ما غاديش كاع نطرحوها للاعتبار. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخلق العظيم. كينظر الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو الطفل الصغير فيقول له: أتأذن لي أن أسقيهم؟ تسمح لي نعطيهم؟ احنا من احنا اليوم دري صغير كيقول لك واش انا عاد نعمر راسي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كيعلمنا هذا الخلق، كيفاش ان الطفل الصغير نراعي ونهتم به، لان راك تقربه منك، راك تحسو بواحد المكانه، تحسو بانك راك تعطف عليه، باللي راه عنده واحد القدر، باللي انه ماشي على الهامش، تعطيه واحد المكانه، وحتى هو من يكبر غادي يحترمك ويقدرك. تعلموا الاحترام في الصغر باش من يكبر يكبر على خلق الاحترام والتأدب مع غيره. هكا كيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيكون الرسول صلى الله عليه وسلم غادي في الطريق، واحد الطفل صغير سميتو عمير، كاين ربي واحد الطير، كان عنده واحد الطير سميتو النغير، مربيهم سميه النغير. واحد الوقيته يفوت الرسول صلى الله عليه وسلم على عمير، كيقول له: يا عمير، كيف حال النغير؟ كيمسدلو على الرسول، كيقول له: يا عمير، كيف حال النغير؟ وذاك الطفل الصغير حزين كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مات يا رسول الله، مات له ذاك الطائر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الصغير، كيف نتعامل مع الكبير. ليس منا، واش تعرف شنو هي ليس منا؟ ليس من الاسلام في شيء، ليس من المسلمين من لم يوقر الكبير ولم يرحم الصغير. مع النساء، شوف واحد المشهد غادي نذكر لكم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاءه بعض الصحابه، وكان البيت بيت عائشه، فجاءه بعض الصحابة، بعض الصحابة جاءوا عنده غادي يتعشاو، فقامت عائشة تهيئ وتحضر الطعام. فبلغ الخبر إلى زينب، وهي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. زينب لما بلغها الخبر أرادت حتى هي أن تكون لها مساهمة، حتى هي بغات تعاون، ففكرت نضت في البيت ديالها، فهيأت طعاما، فجاءت به إلى بيت عائشة، فطرقت الباب، ففتح لها الباب. وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم الباب، فإذا بزينب تعطي الإناء، إناء الطعام أو صحن الطعام تعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة شنو دارت؟ ما عجبهاش الحال، رضي الله تعالى عنها، ما عجبهاش الحال، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلبت الإناء من يده، قلبته، راهم عندي في الدار أنا اللي نكرمهم، هي على أجابها. أيها الإخوة الكرام، وأنا ونحن كاع مغاربة وعارفين شنو كاين، واحد لو كان يوقع له هذا المشهد من الزوجه ديالو امام الجيران ولا القرابه ولا العائله، يقبل هذا التصرف؟ ما غاديش يقبله. وتصوروا انتم ردود الافعال كيفاش غادي تكون. فماذا تنتظرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل؟ ما دار والو الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل الى الارض فاخذ يلملم الطعام الذي تناثر هنا وهناك، بقى يجمعوا وينظر الى الصحابه شنو كيقول لهم؟ يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. هذه غيرة، وغيرة بين النساء واردة، غارت أمكم. كيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش نحترموا المشاعر ونراعيوا المشاعر، وكيفاش نضبطوا ردود الأفعال ديالنا. احنا اليوم احنا ما بغيش نقولوا شي كلام لأن المقام لا يسمح، ولكن احنا نبغيو المسألة ما تبقاش عندي أنا، اسمحوا لي على هذه الكلمة، يقول لك تبكي مو ما تبكيش مو، هكا نقولوا احنا في الدرجة ديالنا، خصني هو اللي تبقى فيه ما تبقاش فيا انا، خصني نرد الصرف، خصني كذا، خصني كذا، خصني كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمناش هذا الشيء ايها، وهذا تربيه تاع القران الكريم. هو لم يقل الله تعالى: والكاظمين الغيظ سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت لمن؟ المتقين. شكون هما؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، الانفاق في سبيل الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هكذا يعلمنا الله تعالى، ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو تربية القرآن الكريم. لأن حينما سئلت عائشة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟
قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجار. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات. الصحابة قالوا من يا رسول الله؟ شكون هذا الذي تنفي عنه الإيمان؟ ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه جمع بائقة أي الشرور، الجار اللي ممكن في أي لحظة يؤذي الجار دياله. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني عن الجار حتى ظننت أنه سيورثه. احنا الآن أيها الإخوة الكرام في واقعنا، ما هي علاقة الجوار؟ كيف العلاقة بين الجيران؟ هنا فين خصنا نتعلموا نحيوا الاحتفال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوه في علاقته مع الصغار عليه الصلاة والسلام، في علاقته مع الكبار، في علاقته مع النساء، في علاقته مع الجيران، في عمله، العمل تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وقول اعملوا، وقول اعملوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الذي إذا عمل عملا اتقناه، درت خدمة اتقنها وما كانش الغش، لأنه لمن غشنا فليس مني. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على رجل، على تاجر، تعرفوا الحديث كل شيء يعرف، على تاجر عنده طعام، فوضع يده الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده في ذلك الطعام فوجد به بللا، وجل داخل منفخ من الفوق نشف والداخل منفخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك التاجر ما هذا يا صاحب الطعام؟ قالوا أصابه بلل يا رسول الله، طحت الشتاء وقاسته وراني غطيته من الفوق به. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هلا وضعته فوق فإنه من غشنا فليس منا. واش ما كانش في الإسلام أيها الإخوة الكرام؟ وباش يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الإنسان المسلم اللي باغي فعلا يحتفل احتفال حقيقي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينتبه إلى هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا الوش ما كانش. للأسف أيها الإخوة الكرام هذه الصورة يعني الجميلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ينبغي أن يكون المسلم، لو كان فعلا كنا نتمثل هذه الحياة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعنا، هذه القيم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق تاع الرسول في واقعنا، لكان كل واحد منا مثالا للآخرين. يقول لك شوف المسلم، احنا الآن أيها الإخوة الكرام الإنسان الواحد يبغي يشري شي آلة، غير بيناتنا، واحد يبغي يشري آلة يعرضوا عليك واحد الآلة تاع اليابان، صنعت في اليابان، صنعت في ألمانيا، وصنعت في المغرب، واش غادي تشري؟ لأن غادي نقولوا الغش احنا معروف عندنا. هذا حال المسلمين. إذا إلى فعلا بغينا نحييو ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء حقيقيا، وهو أننا نحيي هذه القيم اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتحري الحلال واجتناب الحرام، بالعمل الصادق، بالتواضع. احنا كنتكلموا المسلم ونهى عن الكبر، والمسلمين كنشوفوا من ان خلق التواضع من عدم. شوفوا غير الصوره اللي عندنا في القران الكريم وخص يقراوها المسلمين، صوره الحجرات اللي كتسمى بصوره الاخلاق. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هكذا يعلمنا الإسلام أيها الإخوة الكرام. إذن فهذه الدلائل المعنوية في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، في معاملاته، في سلوكه، في تصرفاته، في القيم التي دعا إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في العلم، أول آية نزلت من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بعض العلماء قالوا ما قالش الله عز وجل أعبد، ما كانش أول آية نزلت من القرآن الكريم هي عبد، هي السجود، هي ركع، وإنما قال الله تعالى اقرأ. علاش؟ لأن العلماء قال لك لأن العبادة والسجود والركوع لا يكون إلا بعلم، ولا يعبد الله تعالى إلا بعلم، ولهذا كان أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم من تكون غادي في طلب العلم فأنت في طريق إلى الجنة، طلب العلم طريق من طرق الجنة. لكن احنا اليوم كيف ننظر إلى طلب العلم؟ لهذا إذا أردنا أن نحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحيي العلم والاهتمام بالعلم وتقدير العلم والسعي في طلب العلم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعد المسلمين اللي جاءوا بعدهم اهتموا بالعلم، ومن هنا من بعد ظهرت واحد الحركة عظيمة عند المسلمين هي حركة الترجمة، فكانوا يترجمون الكتب باللغات الأخرى من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وكانوا يشجعونهم حتى أنهم كانوا يقولون لهم من ترجم كتابا إلى العربية من كتب العلم يعطى له وزنه ذهبا. كان يشدوا ذاك الكتاب ويوزنوه، ذاك الكتاب اللي ترجموا كيشدوه ويوزنوه والقيمة دياله يعطوها له ذهب، تشجيع للعلم. وهكذا بدأ ظهور عندنا الجامعات عند المسلمين، فظهرت بيت الحكمة وظهرت جامعات أخرى منها القرويين عندنا في المغرب. إحنا المغاربة الآن ما كنعرفوش بأن أول، وانتبهوا هذه المسألة مزيان أيها الإخوة الكرام، راه أول جامعة ظهرت في العالم، في العالم ماشي كنقول في العالم الإسلامي، في العالم بأسره، هي جامعة القرويين اللي في فاس. وهذا أمر يجهله كثير من المغاربة. ارجعوا روحوا لكسميتو ويكيبيديا وبحثوا فيها وديروا جامعة القرويين، ولا ديروا غير أول جامعة في العالم. علاش؟ من كانوا المسلمين يعرفوا قيمة الإسلام الحقيقي ويتمثلون أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والقيم التي جاء منها، وهي ومنها تعظيم العلم والحث على طلب العلم والعمل والإخلاص والإتقان، وهكذا أيها الإخوة الكرام. أيضا من القيم التي جاء بها التيسير، هذا الدين جاء بالتيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والتسامح والعفو. احنا للأسف أننا ولينا في اللحظة نتاع الاختلاف ما نعرفوش نختلفوا. الله تعالى ماذا يقول في كتاب الكريم؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الوحدة، جمع الكلمة. احنا الآن ما بقيناش ننتبهوا لجمع الكلمة، وبقات أي مناسبة تولي سبب في الفرقة، ومن بينها بحال هذه المناسبة تاع المولد النبوي. من يتقرب المناسبة تاع المولد النبوي يكثر الحديث عن أنها بدعة، والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بدعة، ولا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد آخر يدخل معهم النقاش لا يجوز الاحتفال، ويبقى النقاش واش هي بدعة ولا ماشي بدعة. ويجي عاوتاني في رمضان نصوموا رمضان وغادي نستعدوا للاحتفال بمولد نتاع الرسول بعيد الفطر، فيجي والزكاة الفطر تخرج عينا ولا نقدا، واحد يقول لك لا يجوز إخراجها نقدا، خاصها تخرج دقيق ولا قمح ولا. وبعض العلماء قالوا بأنها تخرج نقدا، خذوا نخرجوها فلوس، ويولي واحد النقاش. وأصبحت كل مناسبة دينية بدل أن تكون مناسبة لجمع الكلمة كتولي مناسبة للفرقة والشتات، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه هي السنة دياله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه صحابيين جليلين، وهذا مثال معروف، كان في سفر، جاء وقت السفر ما لقاوش الماء، تيموا وصلوا، وصلوا السفر ديالهم لقاو الماء، وقت الصلاة مازال ما خرجش، واحد توضى وعاود صلى، والاخر قال له انا اكتفي بالصلاة التي اديتها بالتيمم. من وصلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لهم؟ هذاك اللي صلى غير بالتيمم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اصبت السنة. والآخر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين. العلماء شنو استفدوا من هذا الكلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لو كان أولا المستفاد الأول من هذا الحديث النبوي الشريف إمكانية الاختلاف في المسألة الواحدة وارد في زمن النبوة، هذا في الزمن تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسألة الواحدة، وماشي غير في هذه. من قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة،
وشدوا الطريق الصحابه، جا وقت صلاه العصر ومازال ما وصلوش. وحدين قالوا غادي نصليو العصر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قصد التعجيل، خصكم تزربوا. وحدين اخرين قال لك لا، قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم صليو العصر لهيه، نصليو العصر لهيه واخا يكون مور العشاء. هادو فهموها هكا وهادو فهموها هكا. ولما بلغ الخبر الى الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهما معا، بمعنى امكانيه الاختلاف في المساله الواحده، وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. واكثر من ذلك العلماء قالوا ان حال المسلمين هو بين امرين، الناس كتختلف في العقول ديالها، ولكن حالهم بين امرين، بين من ياخذ بالتيسير ومن ياخذ بالاحوط. كاين بعض الناس اللي من يبغي ياخذ في المساله ياخذ بالتيسير يسهل الامور، وكاين اللي ياخذ بالاحتياط يقول لك انا قال لي صلي لهيه نصلي لهيه صافي. وهذه حالات نتاع الناس. اذا فاذا اردنا فعلا ان نحيي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نحيي المولد نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحييها باقامه هذه القيم، نبذ الفرقه، جمع الكلمه، ترك الشتات، الاعتصام والوحده وجمع الكلمه. ماشي اي مناسبه دينيه تولي سبب للفرقه بين المسلمين، وحتى اذا اختلفنا لا نتادب بادب الاختلاف، يسب بعضنا بعضا او ينعت بعضنا بعضا بنعوت لا تليق. ورحنا شفنا سوره الحجرات شنو كتقول، ولا يسخر بعضكم بعضا ولا تلميزوا انفسكم. الايات كثيره في هذا الباب ايها الاخوه الكرام. اذا عندنا هذه ادله معنويه، ولكن هناك دليل اخر ايها الاخوه الكرام يمكن ان نقف عليه لاثبات نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كانت نبوته لا تحتاج الى دليل، ولكننا في زمن كثرت فيه الشبهات. من هذا الدليل ايها الاخوه الكرام، هاد الناس الغربيين اللي كيستلموا الان في اوروبا، لو كان نقراو التاريخ القريب، القرن 17، القرن 18، القرن 19، والله ستجدون عجبا، ولكن للاسف المسلمين ما كيعرفوهش وما قارينوش. ماذا قال كبار علماء الغرب وادباء الغرب ومفكر الغرب في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المانيا عندهم واحد الاديب معروف يسمى جوتا، هذا اديب معروف في المانيا يسمى جوتا، لدرجه ان المانيا في دول العالم كلها عندها السفارات، وكل سفاره عندها معهد ثقافي. معهد ثقافي، المعاهد الثقافيه في المانيا في العالم اجمع مسميينهم جوتا نسبه الى هذا الاديب المعروف. مش كتعرفوا ايها الاخوه الكرام بان هذا الاديب العظيم الالماني عندهم المانيا كيتكلموا عليه هكا عبر التاريخ، كيقول لك نظم قصيده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ألماني ينظم قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يحتفل بليلة القدر من كل سنة، ويقول كلما قرأت القرآن اهتز وجداني. احنا المسلمين اللي قالنا الله عز وجل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، احنا اللي خصنا نتأثروا بالقرآن الكريم. هذا ألماني كيقول لك كلما قرأت القرآن اهتز وجداني. حنا ندبروا على الجامع اللي يزرب، اللي التراوح فيه في الساعه يفوت، هذاك ما يطولش، هذاك يطول، لاننا لا نتعامل هذا التعامل الحقيقي مع القران. نعطيكم اديب اخر فرنسي وهذا معروف، فولتير. فولتير حنا نعرفوه لان في الاعدادي كانوا عطاونا واحد القصه قريناها له معروفه تسمى لي ميزيرابل، البؤساء، اللي في السن ديالي عرفوا هذه المساله. في الاعدادي كانوا قرانا واحد القصه معروفه لفولتير تسمى البؤساء، ولكن ما قراوناش بان فولتير هذا كانت عنده واحد القصه كيسميها السنه التاسعه للهجره، كيتكلم فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيروي فيها واحد المشهد عظيم، اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اعجب به كثيرا. هذا اديب فرنسي شنو كيقول؟ كيقول دخل علي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على كتف علي، فخرج يتهادى، يعني كيبزز على رسول باش يخرج عند الصحابه. فلما وصل اليهم شنو قال؟ هذا فولتير قلت لكم، هذا كاتب فرنسي كيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه وهو في مرض الموت، كيقول لهم من كان له حق فليقتص مني الان، اللي عنده شي حاجه يسالني يديها من عندي الان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيخاطب الصحابه، من كان له حق فليقتص مني الان فان عذاب الدنيا اولى من عذاب الاخره. هكذا كيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهد اعجب به فولتير. وامثله كثيره، تولستوي روسي، اديب روسي،
عنده كتاب سماه جامع حكم النبي، وكيذكر فيه أحاديث أعجب منها. من بين الأحاديث التي ذكرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا الحديث مزيان أيها الإخوة الكرام، ونسولوا رأسنا أين نحن من هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله تعالى كيقول في القرآن الكريم ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. احنا قلنا لك هنا الرسول ما قالش الإيثار، قال لك غير تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا صور هذا أديب روسي، وكي يعجب بهذا الحديث أي ما إعجاب. ولهذا أي الإخوة الكرام لو كان نجي نطول في الكلام عن هؤلاء الغربيين الذين أسلموا، منهم من أسلم ومنهم من أخفى إسلامه ومنهم من أبدى إعجابه. برنارد شو هذا مفكر بريطاني كيقول لهم لو تعلم الناس أو لو درس الناس الإسلام لكان هذا الدين أكثر انتشارا في العالم. الدين هذا لو كان الناس تقراه مزيان وتفهمه غادي يكون أكثر الديانات انتشارا في العالم. وهنا من بين هذه الأسباب تعرفوا علاش الغرب الآن يتحامل على المسلمين ويشن عليهم في الإعلام، كيحاول يشوه المسلمين في الإعلام باش ما يعطيهمش واحد فرصة باش يقراوا ويبحثوا ويعرفوا. كيشوه المسلمين في الإعلام، واستطاع أن يشوههم مستعينا بأخلاق المسلمين بتصرفات المسلمين. يقول لك شوف المسلمين كي دايرين، شوف شنو كيديروا، الفوضى، العنف، كذا كذا كذا، فينطلق من هذا الواقع ويشوهون المسلمين من خلال وسائل إعلامهم حتى لا يعرف الناس تلك الأدلة الدامغة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، الحديث يطول بنا في بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن نحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما في مولده صلى الله عليه وسلم ذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو نعمة من الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. فنحن نذكر بعضنا بعضا علنا نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف المسلم أنا وياكم أي واحد راك مين دير واحد تصرف ماشي مزيان، وهذه رسالة لنا هنا كمسلمين في بلاد إسلامية، وخاصة الناس اللي يمشيوا للخارج. الناس اللي كيمشيوا للخارج كيقول لك واش هذا هو الإسلام؟ واش هكا كأمركم الإسلام؟ فكل واحد منا كيعطي واحد الصورة، وهو مسؤول أمام الله عن هذه الصورة التي يقدمها في عمله. الآن كنمشيو للإدارات كنشوفوا الحال تاع الإدارات، كنشوفوا الحال تاع العمل، كنشوفوا أين نحن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا نحاول أن نلقي المسؤولية للآخرين، لأن كل واحد عنده واحد المسؤولية، ولا تزير وازرة وزر أخرى. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتوب علينا توبة نصوحة. نسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم، سبحان الله يحفظكم، الله ينوركم، الله يجزيكم بخير. قلق لعلى